وعلينا أن نربط هذه الحلقات ببعضها البعض. أنا ذكرت كلمة وأتمنى أن تبقى دائما، يتحدثون أن الشعب كسر حاجز الخوف. أول من كسر حاجز الخوف، أول من أثبت أن موازين الإرادات تتقدم على موازين القوى، هو المقاومة في أمتنا، هو المقاومة في لبنان، مقاومة في فلسطين، مقاومة في العراق، مقاومة في أفغانستان. هذه المقاومات هي التي أسست لهذه التحولات. وأي فصل بين هذه التحولات وبين جذرها المقاوم، أعتقد أنه هو الالتباس الأول الذي يراد من خلاله تطويق هذه الثورات الشعبية العظيمة المجيدة بشكل ملاحظة في محلها ومهمة جدا، تحتاج إلى حلقات يعني تمام. وهذا أنا أعتقد جاي نقص في التركيز على أنه نضوي على هذا. سيد هريدي، الإرهاب يعني كان القرار واضحا في قمة العربية، تجفيف منابع الإرهاب، رفض الإرهاب، محاربة الإرهاب، مكافحة الإرهاب. ولكن يعني نحن نرى أيضا بأن هناك بعض الدول العربية من يمول هذا الإرهاب، هناك حركات تكفيرية، حركات ربما تكون عنفية على المستوى التشدد وما شابه ذلك وتمارس العنف، ولكن تمول من دول عربية. كيف تفسر هذه المفارقة إذن فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ هو حضرتك بداية يجب أن يكون هناك تعريفا محددا لما هي جرائم الإرهاب. هل زي ما تفضلت حضرتك وأشرت، الأعمال الإجرامية التي تقوم بها منظمات تدعي أنها منظمات جهادية معفية أو خارج إطار التعريف؟ لا، بتدخل في تعريف الإرهاب. الإرهاب، الأعمال الإرهابية هي أعمال إرهابية بغض النظر عن أي تبريرات يتم سياقها لتبرير أعمال إجرامية تقع. لكن المشكلة لا تقع هنا، المشكلة أنه طالما بقى الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والأراضي العربية، فهذه الظاهرة ستلازمنا إلى حين انسحاب إسرائيلي شامل من تلك الأراضي. من ناحية أخرى، طالما بقي الوجود العسكري الأجنبي في العالمين العربي والإسلامي، سنظل نرى مثل هذه الأعمال. الملاحظة الأخرى، أن بعض الأجهزة الأمنية المعادية للعالمين العربي والإسلامي والتي تسعى إلى إشاعة عدم الاستقرار وعدم الأمن في البلاد العربية والإسلامية، تقوم بالمناورة ببعض الفصائل التي تدعي أن هي منظمات جهادية. فإحنا أمام العالم العربي، في هناك الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. أتمنى أن كل الدول العربية والحكومات العربية تلتزم بها التزاما حرفيا، وأن كل الدول العربية في إطار مكافحة الإرهاب لا تأوي على أراضيها أي منظمات تقوم بأعمال إجرامية وأعمال إرهابية في دولة عربية أو في دولة إسلامية. أشكرك جدا سيد هريدي. عندي 10 ثواني في مجال لنا كلمة في الختام. يعني أنا أعتقد أن مسيرة أمتنا في صعود رغم كل المظاهر المعاكسة، وأحيانا كثيرة ما يبدو أنه تأخير سيتحول. شكرا لك أستاذ معن بشور، شكرا للسيد حسين هريدي، علي شلاه، طالب إبراهيم وعايد المناع، للتواصل معنا عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.